مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في برنامج عمق الحدث، ودعونا نبدأ من محاور حلقتنا لهذا اليوم. وزير الكهرباء يؤكد أن الوزارة قد وضعت خطة بديلة عن استيراد الكهرباء من إيران، وقوات الأمن تعتقل العديد من مثيري الشغب والمتهمين بحرق الدوائر الحكومية ومقرات الأحزاب العراقية. ووزير الداخلية سيد قاسم الأعرجي يطلب من المتظاهرين منح فرصة للحكومة من أجل توفير مطالبهم بعد وصول رسالتهم. إذن سأناقش هذه المحاور ومحاور أخرى متعلقة مع ضيفي هنا في الاستوديو، الخبير في مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية الأستاذ إياد العناز. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. أستاذ إياد، خلينا نبدأ اليوم من كلام وزير الداخلية سيد قاسم الأعرجي، يعني باختصار شديد جدا بأنه رسالة المتظاهر اليوم وصلت، صارت واضحة، افتهمنا شنو النقص وشنو المشاكل اللي يعاني منها المواطن ل 15 سنة. الآن المفروض المتظاهر ينطي فرصة للحكومة أن تلبي هذه الطلبات، وبالتالي يا سيدي الكريم يعني ما معقولة إحنا نظل نصعد بهذه الاحتجاجات إلى أن نوصل إلى الإنذار جيم اللي هو خطر على المتظاهر نفسه. هو هذا الوضع التصعيدي لن يساعد في تحقيق كل هذه المطالب. بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله مساءكم بخير. حقيقة الأمر هذا من المواضيع المهمة جدا، والمواضيع التي هي الآن في صلب الشأن العراقي وفي صلب الحياة العراقية التي نراها الآن تأخذ أطرا حقيقية. كم ينتظر المواطن العراقي حتى تستجاب له مطالبه في حياة الحرة الكريمة؟ يعني الآن ألا يكفي عقد ونيف من عمر الشعب العراقي 15 سنة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، ولحد الآن لم تتحقق أي من المطالب التي طالبها بها أبناؤنا في الوسط والجنوب، وهي تعتبر استجابة حية لكل متطلبات الشعب العراقي. يعني الآن عندما خرج أبناؤنا وأهلنا في الوسط والجنوب، إنما هم عبروا عن الشعب العراقي كاملة. هذه الأصوات التي نادت لم تنادي بشيء، نادت بأحقيته في الحياة الحرة الكريمة. وبالتالي هذه ليست هي تظاهرة خدمية، يعني ليست تظاهر لتحقيق مطالب خدمية في موضوع الكهرباء أو في موضوع البطالة أو في موضوع ملوحة أو عذوبة المياه، لكن هذه بدايتها أستاذ. نعم، لكن هذه الأساس كما نعلم، هذا جزء منها الرئيسي فيها، أن الشعب العراقي عندما انتفض الآن في هذه الانتفاضة الشعبية، عندما أراد أن يعبر عن حقيقة أنه لا يرغب ولا يستسيغ هذه العملية السياسية التي أضاعت البلد والتي أضاعت ثروات البلد والتي أضاعت الشعب العراقي وجعلته في تيه كبير. أين نحن دائما؟ أين الخدمات؟ أين المشاريع التنموية؟ أين الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ لكن اليوم المتظاهرين ما مطالبين بتغيير العملية السياسية ولا مطالبين بكل هذه الطلبات فعليا. يعني هسه احنا عندنا وزارة الكهرباء على سبيل المثال أعلنت عن خطة بديلة بأنه هي بعد ما محتاجة إيران، وصار تواصل مع السعودية ورح يتم توفير الكهرباء بالإضافة إلى الأموال اللي أعلن عنها العبادي نفسه اللي هي 3.5 تريليون لتحسين الماء والكهرباء. يعني المطالب بدأت تتحقق، يعني ليش احنا نظل نقول خلص اليوم ظرف جديد صفحة جديدة؟ إذا كنا نرى أن هذه التظاهرة الكبيرة والانتفاضة الشعبية التي نتحدث عنها، أن نختصرها بهذه العبارات الخدمية، فإنها نرى أن هذه إفراغ لمحتوى الحقيقي. المحتوى الحقيقي لهذه الانتفاضة أن الشعب العراقي عندما أراد أن يعبر حقيقة عن ما يجول في باله وفي خاطره، هي ليست هذه الانتفاضة الأولى. كانت هناك انتفاضات أخرى وتظاهرات كبيرة. نحن نتحدث عن انتفاضتين أو تظاهرات عمت العراق في السنوات الماضية. إن كانت في 2011 بدأت، وفي 2013 في محافظات العراق كانت، وكذلك امتدت إلى 2014. ماذا كانت نتيجتها؟ نتيجة كثيرا من المعتقلين، كثيرا من إسكات الأصوات، كثيرا من القمع والدموية والقتل والتشريد، كثيرا مما آل إليه الوضع الأمني والاقتصادي الآن في العراق. لو كان هناك استجابة صحيحة لما أراده الشعب العراقي، الشعب العراقي لم يطالب إلا بحقه. نحن نتكلم الآن عن ثروات في هذا البلد. إن كان عنوان هذه التظاهرات هي البصرة الفيحاء، فالبصرة هي عنوان
واردات العراق. البصرة هي ثالث مدينة من مدن العراق وتعتبر في المفاهيم الاقتصادية عاصمة اقتصادية للبلد لوطننا وبلدنا العراق. طيب. وبالتالي يعني البصرة هي ماذا تصدر؟ تصدر أكثر من ثلثي نفط العراق. نعم. ماذا فعلت هذه الحكومات خلال هذه الفترة الزمنية التي تلت الاحتلال؟ هل فعلت شيء؟ هل استطاعت أن تصلح العراق وتصلح المنظومة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في العراق؟ الحكومة موافقة أستاذ عياد على هذه وهم داعمين للمتظاهرين والعبادي طلع قال بالعكس أنا هذا أريد أسمع الطرف الثاني لما يتكلم. بس أنت قلت على المعتقلين دائما ودائما إخماد للمظاهرات. طيب أنت اليوم سيد قاسم الأعرجي طلع وقال يابا أنت إحنا عندنا اليوم 200 ضابط ومنتسب في القوات الأمنية تم جرحهم وعندك أكثر من 38 جريح فقط في كربلاء. شو ما تتوقع أكو إلقاء قبض على هذول الناس اللي دي عرضون هذول القوات الأمنية إلى الجروح؟ أين هي السلمية إذا جنودك وقوات أمنك يتعرضون إلى الجروح أكثر من 200 شخص؟ لحد الآن هي تظاهرات وستبقى هكذا. التظاهرات انتفاضة هي انتفاضة سلمية لم يستخدم بها أي عيار ناري من قبل المتظاهرين ولا تستخدم بها أي سلاح وباعتراف رئيس الوزراء. طيب كيف انجرحوا؟ نحن نسأل كيف جرحوا؟ هم يقولون جرحوا ماذا؟ باستخدام بعض الحجارات التي أو قسم ذهب من المحللين إلى الآلات الحادة. كيف يستطيع المتظاهر أن يستخدم آلة حادة يصل إلى منتسب من المنتسبين إن كانوا إن شرطة المحلية أو كانوا من المكافحة الشباب أو مكافحة الإرهاب؟ لكن أنا أقول كلما تعاظم استخدام الجانب الأمني والعسكري في محاولة لقمع هذه التظاهرات كلما ستزداد ثورة الشعب وتزداد تظاهرات الشعب لأنه الشعب العراقي كما قلت خبر هذه الحكومات وخبر المسؤولين والقائمين عليها وعلم أنه لا جدوى من عملية إعطاء فرصة أو كلام أو مدة. هو أعطى كثير. ألم يعطي قبل 4 سنوات 200 يوم إلى حكومة المالكي؟ ماذا تحقق بعد 200؟ ألم تضمحل هذه التظاهرة وتضمحل المطالب؟ أنا الآن أتكلم كما قلت أنت تعلم أنا من كثير من اللقاءات من أشهر قلت أن هناك تظاهرات وهناك انتفاضة سيخرج بها الشعب العراقي لأن الشعب العراقي شعب حضاري وشعب واعي وشعب مدرك للمخاطر التي تحدق ببلده. صحيح. الشعب العراقي لا يريد أن تتحول بلده إلى حالة من الصراع السياسي بين أهداف إقليمية ونفوذ إقليمي وبين طموحات دولية لسرقة ثرواته والبقاء في الاحتلال. نحن الآن نتكلم البصرة يعلم أهاليها أن هناك قروض تم استلامها من قبل الحكومة العراقية من كل من بريطانيا واليابان لتحلية مياه شط العرب. أين هذه القروض؟ هذه القروض أعطيت لهذا السبب. أين ذهبت هذه القروض ولماذا لم تنفذ في هذه المشاريع؟ أما الآن أخصص مبالغ معينة أو وظائف أو أطالب بتشغيل بعض القطاعات الشعبية أو الكوادر العلمية من أهالي البصرة فهذا أين نحن كنا من هذا الوقت؟ لكن هذه أنت تدري يعني أنت انفجار هذه المظاهرات كان السبب الأكبر فيها الكهرباء هي رقم واحد كانت وتدري وزارة الكهرباء أعلنت نفسها قالت أنا ما كنت يعني مسيطرة على الموضوع أنا وزارة الكهرباء ما مقصرة بهذا الموضوع المقصر الأول هو الطرف الإيراني لأسباب كلنا نعرفها. بالتالي يعني أنت تدري حتى وزارة الكهرباء 50% من الدمار اللي صار من قبل تنظيم داعش صار في وزارة الكهرباء وملاكات وزارة الكهرباء وهي دائما وزارة الكهرباء حريصة على البصرة أيام الحر يعني حريصة أن توفر لها الطاقة الكهربائية لكن صار الظروف وكأنها مؤامرة لإشعال العراق وإيصاله إلى هذه المرحلة. هل المتظاهر يعلم بهذه المعطيات اللي أنا هسه أقولها؟ المتظاهر هو ابن العراق. طيب. المتظاهر هو يعلم حقيقة ما ذهبت إليه. أها. بشكل بسيط وبشكل واضح ونحن الآن يسمعنا أبناء شعبنا. زين. كيف يمكن للعراق أن ترتهن ثرواته وترتهن ويرتهن اقتصاده ويرتهن حياة شعبه بعقود اقتصادية أو عقود مع دول إقليمية مجاورة للعراق؟ نحن نعلم أنه خلال 10 سنوات الماضية كان هناك اتفاق بين إيران والعراق طيب. لتوريد
وتصدير الطاقة الكهربائية إلى العراق بواقع 1200 ميجاوات لمدة 10 سنوات. قيمة العقد الذي يصرف به إلى إيران سنويا تقدم الحكومة العراقية 6 مليار دولار مقابل قيام إيران بالالتزام سنويا بهذا العقد. نعم. لأن هناك 4 محطات توليد ترسل الطاقة الكهربائية إلى العراق. في 10 سنوات كم دفعنا إلى إيران؟ 60 مليار دولار. هل هذه 60 مليار دولار لو استخدمت استخداما صحيحا ألا يمكن بها إنشاء أكبر محطات توليد في طاقة الكهرباء في العراق؟ ألا يمكن أن ننتهي من مشكلة الكهرباء؟ أم هو الوجود النفوذ الإيراني الذي يستحكم في حياة العراقيين ويستحكم في الحياة السياسية والآن هو جعل العراق أسيرا للوضع الاقتصادي؟ إن كانت إيران تدعي حقيقة الأمر أن طهران وبغداد هي توأمان وأن العراق هو جزء من إيران وأن هناك تحالف وأن نحن نسعى إلى وحدة مشتركة، ألم تكن هذه تصريحات المسؤولين الإيرانيين؟ أين حبهم وأين حرصهم على الشعب العراقي وهو يعاني من ارتفاع بدرجات الحرارة؟ هل الآن حدث أو هل الآن على الجانب الإيراني أن يقطع الكهرباء عن العراق لو كان صحيحا في توجهات، أم هو المشروع الإيراني الذي يبغي منه الهيبنة والسيطرة واستغلال الظرف السياسي والاقتصادي المر بالعراق لتحقيق مآرب يعيشها الآن الإيرانيون ويتحسسون بها للتأثير على مشاكلهم الدولية؟ عندما شعر الشعب العراقي المنتفض في وسط جنوب العراق، هؤلاء من؟ أبناؤنا، هذول أحفاد الثورة 20، هم يعلمونهم الإيرانيون كما يعلمهم الآخرون. عندما علموا عندما كانت هناك يعني بعض الأفكار والرؤى الفكرية أن إيران وراء هذه التظاهرات أو إيران لها مصلحة، ماذا فعل المتظاهرون لكي يثبتوا حقيقة أن هذه الانتفاضة شعبية عراقية الهوية ولها انتماءاتها وجذورها الوطنية وهي نابعة من معاناة يعانيها أبناء الشعب العراقي كاملة وصوت كما قلت صوت الوسط والجنوب وصوت العراق كاملة. 2، في هذه التظاهرات ماذا فعلوا؟ أثبت الوسط وجنوب العراق هم لا يحتاجون ذلك ولكن ليسمعوا الآخرين حقيقة انتماء الوطني والعروبي والانتماء للأمة العربية لعشائر وأبناء هذه المحافظات العزيزة. 3، نحن أمام هجمة كبيرة يحاول المشروع الإيراني أن يتحقق منها. ماذا فعل العراقيون المنتفضون؟ جعلوا أدوات إيران ومقراتها وميليشياتها التي تدافع عنها وتساندها هي جزء من عملية التصدي لهم. بس استاذ هاد انت لما يعني الان خليني اجي لك، انت حكيت عن المقرات. لما المتظاهر يجي ويقتحم مجلس محافظة او يقتحم مقار للاحزاب او مؤسسات تابعة للدولة، يعني شنو السبب؟ شنو الرسالة اللي دا يريد يوصلها للحكومة؟ يعني هذه تدري ممكن ان تفسر في اي دولة في العالم اذا يصير هذا المنظر ارهاب او اعتداء على ملاكات الدولة. شنو الرسالة؟ شنو الفائدة من الموضوع اصلا؟ وجودك بالشارع مؤثر بشكل كافي، ليش دا اقتحم هذه المناطق والمقرات واخلي الازمة عليه؟ هي اولا ليست اقتحامات بمفهوم الاقتحامي العسكري او الدموي. طيب. الذي يصور. طيب هذه الاشارات عندما يذهب المتظاهرون الى مقرات مجالس الشعب وعندما يذهبون الى مقرات المحافظات وعندما يذهبون إلى مقرات الأحزاب والميليشيات الموجودة في وسط جنوب العراق، ماذا يريدون من هذه الرسالة أو هذه الرسالة؟ يريدون أن يوصلون أنه أنتم من تسببتم في الوضع السياسي والوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي نمر به الآن. طيب. عندما نذهب إلى مركز المحافظة، ماذا يشكل مركز المحافظة؟ مركز المحافظة يعني هو أحد المراكز السيادية التي تمثل تابعة لرئاسة الجمهورية في المحافظ هو ممثل رئيس الدولة في تلك المحافظة. جيد. وكذلك رئيس مجلس المحافظة رئيس مجلس المحافظة ماذا يمثل أحد أصوات مجلس النواب. عندما نعلم أن الحكومات المحلية والمحافظات والقائمين عليها وغالبيتهم إذا ما كانوا يصلون إلى نسبة 90% هم من الفاسدون. هم فاسدون. هم يعلمون جيدا أن هناك عملية فساد مستشري في جميع هذه المؤسسات الحكومية والمؤسسات الشعبية. هي لم تلبي طموحات الشعب العراقي، لم تقوم بإنجاز ما مطلوب منها، هدرت المال العراقي، وهذا باعتراف رئاسة الوزراء
بأن هناك أموال ذهبت وأنهم فاسدون، وبالتالي إهمال واضح من قبل حكومة بغداد في عدم متابعة المشاريع التنموية ومتابعة ما يعانيه أبناء شعبنا. طيب. مشكلة المياه ومشكلة الكهرباء ليست وليدة اليوم ولا وليدة هذه السنة. نعم. هي وليدة سنوات قديمة. يعني إحنا بعد الاحتلال ألم يكن هناك فائض من الأموال؟ ألم نتحدث نحن دائما عن وجود أكثر من تريليون من مليارات الدولارات ذهبت هباء خلال فترة؟ احنا حنتوسع استاذ اياد، حنتوسع، بس خليني هسه بالتفاصيل مالت المظاهرات. تدري احنا اليوم المظاهرات البعض وصفها يقول هذه المظاهرات بدها تصير مظاهرات عبثيه. احنا ما نعرف نتظاهر بالشكل الصحيح ولا بالشكل الديمقراطي اللي يعكس حضارتنا حقيقه. دروح اعتداء على ضباط مقاردن، ليش احنا بهذه العبثيه؟ ليش المظاهرات في العراق لم تتحسن إلى درجة بأنه إحنا نطلق صوتنا، نطلق شعاراتنا، مثلا نتوقف عن العمل، ما نخدم الدولة، ويعني مثل دول العالم، وبالتالي الحكومة مجبرة إنها تقدم الخدمات والكل داعم، حتى عصابها للحق اللي اتهموها بأنها مندسة في المتظاهرين يوم قالت إحنا يا ترى داعمين لهذه المظاهرات بس أكو مندسين ولازم نخلص منهم، وهذه حقيقة. هل يستطيع سياسي أو كتلة سياسية وحزب سياسي الآن لا يدعم هذه المظاهرات لأنه مظاهرات حق؟ هو ألا يعلم أنه ما يجول في وسط جنوب العراق؟ طيب. هل يعلم أنه ما في العراق من أزمات اقتصادية واجتماعية ومن غياب لحقوق؟ أنا هنا أتكلم عن حقيقة الأمر. طيب. قل لي بالله عليك ما هي المنشآت الحيوية وما هي المدارس وما هي المستشفيات وما هي المصانع وما هي المعامل وما هي المؤسسات الحكومية الخدمية التي تم حرقها أو إصابتها من قبل المتظاهرين؟ هل وجدت هذه؟ ما وجدت هذه، حركة الفتح لا كلهم طلعوا، لا يوجد، لا توجد من هذه المقرات غير لم تستهدف التظاهرات، غير فقط أرسلت رسائل إلى مقرات الأحزاب والكتل السياسية، لم يدخل المتظاهرون والمنتفضون إلى مستشفى حكومي أو مستشفى أهلي وعبثوا فيها. نعم. وبأجهزتها. نعم. لم يدخلوا إلى مدرسة ابتدائية أو متوسطة أو إعدادية وحرقوها. نعم. لم يدخلوا إلى جامعة أو معهد فني وأصابوه. بقت هذه الدوائر الخدمية، أنه هاي دوائرهم وهذه منجزاتهم. هم أرادوا أن يعبرون عن حقيقة وفشل هذه العملية السياسية. أما من يقول عليهم غوائيون، من طبعا لا يرق لهم أن يسمعوا صيحات أبناء الشعب العراقي برفض التواجد الإيراني وبرفض التدخل الإيراني، وعندما تتعالى أصوات لأبناء شعبنا في الوسط الجنوب عندما يطالبون برحيل الإيرانيين ويطالبون برحيل مؤسساتهم الاستخبارية والأمنية، وعندما يحرقون صور بعض من رموزهم الدينية كخامنئي وخميني، وبالتالي يعني يكيلون المواجهة إلى أدوات إيران في العراق، هؤلاء يقولون عليهم هكذا. أما الباقين الآن الأمم المتحدة اليوم صدرت بيان أشادت، أو لا نقول ذلك حتى نكون دقيقين، طلبت من الحكومة العراقية التعامل مع التظاهر بشكل سلمي والاستجابة إلى طلباتهم بعد أسبوعين. بعد أسبوعين من الصمت، يعني هذه هم ملاحظة على الأمم المتحدة. ليش الأمم المتحدة؟ ليش الأمم المتحدة متى في يوم من الأيام كانت متحدة هي تسعى إلى قول الحق؟ المفروض مفروض انتظرت هكذا الأمم المتحدة. الأمم المتحدة ماذا انتظرت؟ لمصلحة من؟ سترى إذا استمرت هذه إن شاء الله. طيب. تظاهرات ستستمر هي. زين. لأنه الآن لجان التنسيقية اجتمعت. أنت توقعاتك لحد الآن صائبة. زين. اللجان التنسيق، أنا لأنه أتكلم عن نبض الشعب العراقي. طيب. نعم. كما تتكلم أنت ويتكلم كل الخيرين. زين. إحنا لا نريد لبلدنا الدمار. طيب. ولا نريد بلدنا أن يعيش حالة من أزمات اقتصادية وشيء، لكن نريد بلدنا أن يكون هاديا. بلدنا يعتبر من البلدان المتقدمة في العالم. نعم. ثاني إنتاج، ثاني مصدر إلى البترول في العالم. العراق الآن أكثر من 120 مليار من احتياطي نفط موجود في باطنه. كلها أرقام ما مستفادين منها لحد الآن. بس أنا أريد أسألك عن العبثين. نعم. أنت دا تحكي الآن عن المتظاهرين، قلت يابا متظاهرين ما اعتدوا على المؤسسات الخدمية وكذا، بس شرطة المثنى البارحة أعلنت القبض على 65 من المندسين اللي هم متهمين بعمليات تخريبية، حرق مقار حكومية وحرق مقرات حزبية. يعني هذا دليل كافي للشرطة وهذول الأشخاص بأنه تم القبض عليهم وراح يطلع تحقيقات. أنت تعلم أكثر، يعني كل المحافظة كل المدن العراقية
في الوسط والجنوب كانت لها صوت واحد. هذه التظاهرة أيدت حالة واحدة، أن الصوت العراقي أصبح صوت موحد. هذه التظاهرات طلعت تظاهرات ليست بقدر ما هي عفوية، ولكنها كانت تمثل كما قلت صيحة الحق داخل المواطن العراقي. المواطن العراقي الآن لا يستطيع بعد ذلك أن إلا أن يكون حرا. يعني هذول الأشخاص قل لي, قل لي الآن في المثنى، من المثنى أكثر أصوات كانت عروبة، طيب، وأكثر الأصوات اللي نادت بطرد الإيرانيين، جميل، وأكثر الأصوات التي تحركت على أدوات الإيرانيين، نهاية الهوشات وهذه التظاهرات موجودة. عندما نتحدث عن قبل ثلاثة أيام قيل أنه هاي إحصائيات حكومية، ليس لا نتكلم عن إحصائيات، جميل، كما يقولون هم المندسون، زين، لكن من هم المندسون؟ هم المندسون النشطاء السياسيون وهم الصحفيون الأشراف أمثالك. يعني ماكو مندسون اليوم بالمظاهرات؟ من هم؟ قال لي طلع لي هم المندسون. هذه كل الإعلام هسه كلها يقول لك الإعلام، الإعلام إذا كان صادقا. أنا أريد أطلع كمتابع للشان العراقي، طيب، وكعراقي همني بلدي، أن أرى المندسون. لماذا؟ أنت هل تعلم إذا كان هناك مندس في التظاهرات من سيقمعه قبل أن تقمعه القوات الأمنية والعسكرية؟ سيقمعه أبناء الفرات والأوسط، لأنهم لا يريدون إساءة إلى انتفاضتهم. هذه أخي أحمد انتفاضة، هاي لا تظاهرات، هاي ولا احتجاجات أبدا، هذه انتفاضة. هذا الجرس الثاني الحكومة في بغداد الحالي الآن والحكومة اللي ستأتي إن أتت سترى عليها أن تنتبه أن هناك الجرس الأول في رفض الانتخابات وعدم المشاركة الجدية فيها وإسقاط العملية السياسية وإسقاط ممثلي العملية السياسية في عدم انتخاب من قبل أبناء شعب العراق كاملة ومن ضمن أبنائنا في الوسط والجنوب. والآن الجرس الثاني بهذه الانتفاضة، ماذا سيكون الجرس الثالث؟ سيكون التغيير الكامل. تغيير كامل عند عملية سياسية. أنت دائما كنت تبحث في جميع لقاءاتك معي، نعم، تقول لي كيف يكون التغيير، تعود إلي وتقول نحن كانت هناك الانقلابات العسكرية، صحيح، وكانت هناك التغيير العسكري وكان هناك الدبابات. قلت لك نحن لا ليس بحاجة إلى هذه المفاهيم، هذا أصبحت مفاهيم إلى الوراء. الآن عندما نحاكم إحنا نكافح الفكرة بالفكرة. طيب، شعب العراق الآن يعلم أنه يدعون أنه بعد الاحتلال كانت هناك ديمقراطية في العراق، تمام، أليس الآن رئيس الوزراء قال نحن نمثل الدولة الحية والدولة القوية؟ نعم، قال الدولة الحية التي تتفاعل مع أبنائها. أين التفاعل؟ التفاعل كما قلت الآن هم يقولون هذا الرد على المطالب اليوم مو تفاعل. نعم، نعم، مو تفاعل. تفاعل ماذا؟ أليست قوة للحكومة اليوم؟ تفاعل. لما متظاهر يقول أنا محتاج مي وكهرباء والحكومة تبحث وتشكل اللجان وترسل وفود اليوم إلى السعودية يروح على هذا الموضوع، هذا مو تفاعل؟ أطمئن أن الوفد حتى في السعودية لا نعتذروا عن استقبالهم. ماكو مشكلة يشكلوا من جديد يضبطون أنا هنا لا إحنا لا نمني النفس. طيب، يعني هسه حتى أي اتفاقيات الآن تعقد بين السعودية. أنا ما أتمنى، أرجع وأقول لك، أتمنى أن تعاد الكهرباء إلى بلدي، جميل، وأتمنى تحلية البصرة، تستاهل المياه الحالية. البصرة مو اليوم هي قدمت العراق، البصرة قدمت الكثير للعراقيين وللعراق. هاي أبناء البصرة الأحرار. نحن نتكلم عن عن عن, عن بلد ألا يستطيع عندما قيل أنه نحن نأتي بالديمقراطية والواحة الخضراء، أين الواحة؟ كما قلت لك الواحة الخضراء أيش جزء منها؟ تحلية المياه؟ لماذا لم يفعل ذلك؟ لا تقبل القوى الإقليمية وإيران تحديدا، طيب، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية لا تقبل بإنشاء أي مشاريع تنموية واستراتيجية في العراق لكي يبقى العراق ضعيفا، ليبقى العراق هو أداة وتحكم للسياسات الدولية والإقليمية، لكي يبقى العراق عاجزا عن إنشاء أي مشروع حيوي ليعيد إنتاج نفسه من جديد هنا، حتى يبقى العراق مستوردا. طيب، أنت تعلم الآن حجم التبادل التجاري بينه وبين إيران كم؟ 30 مليار دولار. هذه تختلف عن باقي كل الدول المجاورة في العراق. لماذا نحن نحكم أنفسنا؟ لماذا نحن نحكم أنفسنا ونحكم شعبنا ونجعله أسير لهذه الاتفاقيات؟ لماذا لم نقم بهذه المشاريع؟ عندما تذهب هذه المليارات، 36 مليار دولار صرف إلى الكهرباء من عام 2003 لحد الآن، نعم، أين ذهبت؟ هي معترفة الحكومة، يعني هي ما معارضة الموضوع ولا قالت لك أما عندما أكون دولة قوية، طيب،
ويقول أن الدولة القوية هي الدولة التي لا تقمع. نعم. الآن نحن نتكلم اليوم أنا أسمع تصريحا يعني احنا يجب أنه ما بس إفراغ المتظاهرات من محتواها، لكن يجب عدم الاستهانة بالدم العراقي والمواطنين العراقيين، حتى الإصابات الأخرى في القوات الشرطة أو قوات الأمنية. لماذا تصل إلى الحد؟ نحن نقول أكو حظر تجوال. أستاذ أياد، إحنا عندنا حظر تجوال، وحظر التجوال أنت تعلم تماما لما يصير حظر تجوال ليش يقولون حظر تجوال؟ هو ما ضد المتظاهرين وإنما الأمن مختل، يعني ما مسيطر الحكومة على الوضع. لماذا إحنا وصلنا إلى لا يعني المتظاهر غير يلتزم في هذا، يعني أين رخص الخروج إلى التظاهر؟ ما المفروض يأخذ رخصة حتى يطلع تظاهرة بالتعاون مع القوات الأمنية؟ هذه مشكلة شكلت يا سيدي. الدستور يقول التظاهر مكفول لجميع العراقيين، العين وعلى وهم راسي. طلعوا خرجوا باعتراف رئيس الوزراء بأن التظاهرة كانت تظاهرة ليس فيها أي من العنف، وليس فيها أي أدوات استخدمت إن كانت أسلحة خفيفة أو ثقيلة أو حتى هراوات. بس أنت تسألني عن سقوط ضحايا، لكن أنا ده هنا أتكلم خمسة من الآن. اليوم عندما أسمع أن خمسة شهداء، هو لا يقول، يكون خمسة قتلى، يعني حتى البيان العراقي الذي يصدر من المؤسسات الأمنية لا يعترف بأن هؤلاء شهداء. لماذا قتلى؟ ليش نحن من بلد آخر؟ يقول خمسة من الشهداء، هذا طلع تظاهر أقمعه بالقتل. أنا عندما ويقول ستين اليوم، يقول 60 من المتظاهرين مصابين، في حين قبل ثلاثة أيام وبإحصائياتهم 75 في المثنى، 23 في الناصرية، 19 في العمارة. كم العدد؟ ألم يعبر العدد 100؟ الآن نحن نتكلم، لماذا نعطي الإحصائيات؟ العدد وصل أكثر من 250. بس أستاذ، لكن عندما نقول هذا، خليني أسألك عن هذا الموضوع. أنت تدري بكل دول العالم، إذا دول عالم الثالث العالم الثاني، لما تصير المظاهرة أكو لجان، أكو وجوه لهذه المظاهرة، تروح تأخذ تراخيص معينة، يقولون راح نطلع بالمنطقة الفلانية وبالتالي الحكومة مجبرة أن تحمي هؤلاء المتظاهرين، وإذا سقط من سقط من المتظاهرين ذاك الوقت بالبيان هو ملزم أن يتكلم هذا الكلام. اليوم دي يقول لك أكو مندسين بسبب هذا الانفلات والخروج، وتدري حظر تجوال دي يطلعون، عدم وجود تراخيص دي يطلعون، إن قتل فلان وفلان عدم قلق لا خلص انثيرها أكثر. طيب انت متى تتصور بانه يعني لازم التعاون من جانب القوات الامنيه بجانب ذلك من المتظاهرين؟ هذا هو المطلوب اليوم. ممنون. هو ماذا حدث؟ المتظاهر ده يطلع في الاوقات المسموح بها. طيب لم يخرج في اوقات غيرها. اولا هو ده يخرج في اوقات معلومه لدى القوات الامنيه والقوات العسكريه. طيب هل ممكن انه نحن عندما نفسر الجانب، انا قلت هنا عندما تكون الدوله جاده في حل مشاكل ابنائها، عندما تستجيب إلى متطلباتها، هل هذا معناه أن نزيد من حجم القوات الأمنية والعسكرية التي الآن 4 ألوية ذهبت إلى وسط وجنوب العراق لحماية المتظاهرين؟ هو ما أذية المتظاهرين يعني أستاذ، يعني احنا ليش نفسها بصعوبة؟ نعم. يعني أنت جنابك تتصور أنه 4 ألوية لحماية المتظاهرين؟ أي ليش؟ يعني احنا هم يقولون أن التظاهرة ما أكثر من 250، هم دزهلهم بس أكثر من 5000 إلى 6000 قوات أمنية تحمي 250، يعني محافظات كاملة. إما هم ذهبوا لحماية مصالحهم ومكاتبهم. طيب. قل لي بالله عليك، إن كان مجلس المحافظة في أي مجلس طيب. مجلس المحافظة في أي محافظة طيب. ماذا يمثل؟ أليس يمثل إرادة شعبية؟ نعم. أليس هو مجلس المحافظة أنشئ للدفاع عن حقوق الناس؟ نعم. ولمتابعة إنشاء المشاريع التنموية والاقتصادية في ذلك البلد أو حل مشاكلهم؟ هل رأيت رئيس مجلس محافظة نادى بوقف عمليات المواجهة إلى المتظاهرين؟ هل رأيت رئيس مجلس محافظة طلب من رئيس الوزراء الآن أن يقوم بتلبية حاجات المواطنين؟ هل رأيت محافظا واحدا في الوسط والجنوب طلب من القوات الأمنية ومن رئيس الوزراء عدم قمع هذه التظاهرات؟ عندما يكون المحافظ ماذا يسمون؟ ليش سمي محافظ؟ الآن كان يسموه المحافظ، قبل 40 سنة كان يسموه المتصرف. متصرف ومحافظ، التصرف بحياة البشر وبمستقبلهم، والمحافظ هو شافوها أعم، يعني المحافظ من يحافظ. بس احنا هل المحافظ الآن يحافظ على المال العام؟ هل يحافظ على أرواح المواطنين؟ أم هو الآن ينتهي؟
بس ما نقدر نعترض احنا اليوم على الحكومه لما ترسل 4 ألوية او ان شاء الله 10 ألوية ده تحمي ملاكات مؤسسات الدوله، وهذا من حقها مثل ما حق المواطن ان يحمي حقوقه ويدافع عنها ويفكرها. مو احنا نقول انه نحن دوله قويه، رئيس الوزراء يقول نحن دوله قويه، والدوله القويه هي عكس الدوله القمعيه. نعم. الدوله القويه هي ما تسمع طيب. وتنصت الى ابناء المواطنين وتحل مشاكلهم وتلبي طلباتهم. جميل. والقمعيه هي من تقمع التظاهرات بالقوه. ارسلنا لهم ورود، اربع ألوية تحمل الورود اللي تحمل الاسلحه وتحمل هراوات. مواطنين عراقيين هم مثلهم، هم انجليزي اللي دزيناهم على المتظاهرين. احسن اذا نحن نواجه العراقيين بالعراقيين. إذا نستمع لهم. ماكو مواجهات استاذ ياد، احنا ليش نفسرها بهذا الشكل؟ اسمح لي الان هذا الدماء اللي تسال، شنو هذول 5 شهداء بيش يعني بيش يستشهدوا؟ بيش استشهدوا هذول 5 والجرحى العراقيين بماذا؟ بماذا يعني؟ تفسيرات يقول لك هذول اكو مهندسين واكو يعني قضيات صدامات، هذه هذه يعني الان الاطلاقة النارية التي ضرب فيها يعني إما رأس المتظاهر أو صدره، كان موجودا عليه علامة شموها أنتم مندسون؟ مندسون أوكي طيب. يعني أجيب. أنا هاي كلمة المندسون هذه بالله يعني حقيقة أنا يعجبني الآن المشهد العراقي زين. يعني بالانتخابات رأينا حكومة الفضاء الوطني حلو، يعني ما شاء الله نحن يعني حتى في مشاكلنا السياسية نستطيع أن ننتقي بعض العبارات حتى سبقنا دول متقدمة في الجانب السياسي. الفضاء الوطني ما شاء الله، شو الفضاء الوطني لحد أن نجيب التفسير فضاء الوطني الآن في التظاهرات احنا الحقيقة سبقنا كل العالم بالمندسون بالمندسين العفو المندسين المندسين المندسون أخي نحن نتكلم عن إرادة الشعب. خلاص هسه خلينا نجيب لك تقرير عن المظاهرات وعن المندسون ونرجع نكمل نقاشنا. أتمنى أن الزميل المخرج أن يظهر لنا التقرير حول التظاهرات والتطورات الجارية في العراق. التقصير والعجز والغبن الذي لمسه المواطن من الحكومات المتعاقبة هو الذي جعله يخرج إلى الشارع ويقول كلمته، يعبر عن رأيه بالأداء الحكومي ويحتج على ضعفه ويرفض بعض الظواهر التي تتعلق بالفساد المالي والإداري، فالدستور العراقي كفل له حرية الرأي والتظاهر. وبحسب مختصين فإن هذه التظاهرات يستغلها البعض لتصفية الحسابات السياسية بين الخصوم من خلال مندسين يحاولون تحريف مسارها، الأمر الذي ينعكس بالضرر الفادح على الشعب. مواطنون أكدوا أنه لا يجوز تحريف التظاهرات السلمية عن مسارها كونها تهدف إلى التصحيح وتنبيه الدولة والحكومة والجهات المعنية إلى مواطن الخلل هنا أو هناك، وإذا خرجت عن هذا فسوف تدخل في إطار الأعمال العدائية التي تهدف إلى ضرب المجتمع وهيبة الدولة. يا أخوان أنه نتعاون ويا الجيش ويا الشرطة ويا قواتنا الأمنية البطلة اللي حررتنا واللي عايشين هسه احنا بزودهم، فإن شاء الله نتمنى من أخواننا المتظاهرين ومن قواتنا الأمنية البطلة أنهم يتعاونون ويتساندون على هالوطن هذا، على هالناس الخير. يعني ويا المظاهرات طبعا هذا أبسط شيء لحقوقنا، بس مو يعني ما التخريب وهاي، يعني أطلع بس أدافع عن حقوقه وبس، وما أعتدي على الجيش أو عن ممتلكات الدولة أو شيء، لا هذا الشيء يعني مسموح به. احترام القوات الأمنية التي هي جزء من الشعب كان مطلب جميع المواطنين الذين حثوا المتظاهرين بالحفاظ على الأمن العام واحترام النظام وتكريس هيبة الدولة لتحقيق مفهوم التظاهرات السلمية المنضبطة. الله يحمي القوات الأمنية اللي ساهمت وتساهم لحد الآن بالتضحيات في حماية المتظاهرين وحماية كل شبر من عرض العراق. نحذر من المدنسين إنهم اللي يثيرون الفتن بين الشعب والجيش. علينا جميعا أن نعي معنى التظاهرات وأهدافها وكيف تجري في حدود القانون، والأهم من ذلك سلميتها وعدم اللجوء إلى الإضرار بموارد البلد الاقتصادية التي تهم ملايين العراق في شماله وجنوبه، وألا تتحول هذه الفعالية المتحضرة إلى عائق لتقدم البلاد. إذا أستاذ أياد احنا شفنا هذا التقرير، وأريد أسألك سؤال، من هم اللجان الممثلين لهذه التظاهرات اليوم؟ يعني أكثر من متحدث اليوم من الفائزين في الانتخابات أو من الأحزاب وغيرها واللي نقابلها على قناة التغيير الفضائي يقولون ويا من احنا نتفاهم، يعني بس أريد نعرف من هي جهة نتفاهم وياها، من هي اللجنة، شنو اسم اللجنة، شنو اسم الأشخاص، من هو الحزب، من هي القيادة؟
هذه لجان هذه واضح انه واضح من الكلام انه كما قلنا في البدايه انتفاضه شعبيه انتفض بها ابناء الشعب موجودين. الحكومات المحليه هي تعلم من انتفض، هم ابناء العشائره العربيه الاصيله. من هم؟ اليس هم عراقيون؟ انا اذا كنت واثق من نفسي كمسؤول وانا قريب من ابناء شعبي ومن نبض واحاسيس ابنائي، انا انزل الى ساحه الاعتصامات. طيب. لم تكن هناك ساحات اعتصامات، هي بدأت في لو عولجت في البصرة في بدايتها كان عولجت في محافظات أخرى. أنت عندما تخصص أموال للبصرة ووظائف المحافظات الأخرى، الآن البصرة أيضا من طلب الآن؟ محافظ النجف أيضا يطالب بتخصيص 7000 درجة وظيفية ومشاريع تنموية. راح الآن محافظ أيضا الميسان ويريد أن يجتمع مع رئيس الوزراء أيضا يريد نفس الشيء. هنا أريد أقول احنا لا نعالج الامور بهذه الحالات الوقتيه، لا جذري. انا قلت هذه تراكمات، هذه ازمات متراكمه، وهذه الازمات لا تحل بيوم ويومين، وهذه ايضا سقفها عالي، يعني اكبر حجما من رئيس الوزراء. ولا يستطيع لا رئيس الوزراء ان يتم يقوم بحلها، ولا تستطيع كل الوزارات ان تقوم بحلها. لو كانت هناك عمليات إجهاض لهذه العمليات الفساد متى تمت؟ نحن من قبل سنة نسمع من الحكومة العراقية، نسمع من رئيس الوزراء أنه نحن ضد الفاسدين، هناك حرب على الفساد، هناك صولة على الفاسدين، هناك مشاريع وأموال هدرت بالمال العام. طيب. نحن من سنة والآن لو حسبنا بكلام نأتي إلى الكلام الواقعي حتى لا يقال لدينا أنه نحن في جانب وهم في جانب آخر. جيد. نحن نتكلم كعراقيون كعراقيين نحب بلدنا ونحب شعبنا. لو الحكومة عندما انتهت العمليات العسكرية في كل المحافظات التي شهدت مواجهات مع الإرهاب، ألم تنتهي قبل سنة من الآن؟ نعم. ألم تحتفل القوى الأمنية والعسكرية والإدارية قبل سنة قبل أيام أو قبل أسبوع بانتهاء العمليات العسكرية في مدينة بالتخلص من السيطرة العسكرية لداعش، لكن داعش بعد عنده جيوب ويهاجم. نعم. احنا نتكلم هنا ألم تنتهي قبل سنة؟ من سنة والآن كم يوم؟ 360 يوم. زين. عندما ننتقل من مرحلة إلى مرحلة، قلنا قال رئيس الوزراء وقال الحكومة العراقية الآن استطعنا أن نحقق الأمن والسلام إلى بلدنا وانتهينا من معركة، الآن سنتجه إلى معركة من؟ مكافحة الفساد. طيب. هل تم مكافحة الفساد؟ هل سمعنا بإحالة رؤوس الفساد إلى المحاكم؟ غير دي ينتظر الحكومة جاية تتشكل، حكومة تصريف أعمال ومطالبة الآن بالقيام بكل شيء. ده تكلم لك قبل سنة. طيب. أنا أتكلم لك أعلن عن عملية الفساد ومكافحة الفساد في تموز 2017. تحتاج وقت أستاذ إياد، أنت حتى سنة كاملة حتى تجيب إثباتات على شخص. نعم. إنه فاسد. هناك الانتربول مجلس النواب. لا نحن نتكلم عن الفاسدين داخل العراق، علاش نروح على خارج العراق؟ 6000 أموال منقولة إلى الخارج. 6000 قضية 6000 قضية موجودة في لجنة النزاهة. زين. 6000 ملف. طيب. 3000 وضع على الرف و3000 اخر تم مناقشته من قبل لجنه النزاهه ولم يتخذ ليش قرار. ليش حطت على الرف؟ شنو قصدك على الرف؟ على الرف لانه هناك مصالح وهناك علاقات بين الاحزاب والكتل السياسيه. هذه التظاهرات فضحت مبدئيا التوافقات السياسيه والطائفيه السياسيه. هم الان يجتمعون لا يجتمعون لمصالحه الشعب العراقي. اليوم يجتمعون الرئاسة، اليوم استدعت الرؤساء الكتل السياسية ولم يحضر رئيس الوزراء، وقبل أيام اجتماع لرؤساء الكتل السياسية بينهم مجتمعين. هم لا يبحثون عن كيفية تحقيق هذه المصالح، هم أصبح لهم 15 سنة بل لنكون 4 سنوات في مجلس النواب الأخير. ماذا تحقق 4 سنوات الماضية؟ ماذا تحقق؟ الآن هم يجتمعون لكيفية إعداد في بالهم تشكيل حكومة حتى يعود تأهين نفسهم ويذهبون إلى مصالحهم وتاركين مصلحة الوطن هنا. بس البصرة شاركت بالانتخابات والمحافظات الجنوبية شاركت بقوة، وحتى حسب النتائج يبدو حتى ما مطابقة طلعت هسه في بعض المناطق لحد الآن. يعني السؤال الآن أنت هسه تشوفهم الموجودين تتكلم أنت عليهم مصوتهم ابن البصرة؟ هذا 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 الإعلام يقول هكذا. نحن نتكلم عن نسبة المشاركة كم كانت؟ 19% كمحافظة. زين محافظة قد وكمحافظة البصرة كانت مشاركة بقوة. زين دقيقة. كم عدد الصناديق التي تم الاعتراض عليها؟
نحن أنا نتكلم في لقاءات سابقة. نعم. إذا كان هناك إرشيف إلى قناة التغيير أرجو أن تخرجون كم تحدثنا عن موضوع الفساد. ما يخالف اللي ما شافك. لا لا اليوم. الفساد لا موجود. أنا تكلمت عن هذه أعيدها قبل طيب. 6 أشهر. طيب. قلت أن هناك 6,000 قضية في مجلس النواب. زي. والآن أعود وأقول الانتخابات لو كان الصوت العراقي مجدي. إحنا الآن تظاهرات انظر التظاهرات مستمرة والانتفاضة مستمرة والعدو الفرزي اليدوي مستمر. إذا هناك نظر وين؟ النظر على العدو الفرزي اليدوي أكثر. أكثر من النظر على متطلبات المواطن والجماهير هذه. بس لو يوم هذه المظاهرات حرفت النظر عن العدو الفرز اللي إحنا خايفين عليه وبالعكس هذا وحتى نحصل عليها مصداقية اختفت دنباوة المظاهرات لحد الآن. عجبني أحد المعلقين والمحللين السياسيين طيب قال يجب عندما تنتهي عملية الفرز والعد اليدوي وطالب بالاعتذار من الاعتذار إلى جميع أعضاء مفوضية الانتخابات لأنه كل الفرز اليدوي لحد الآن ما شاء الله مطابق. فإذا على شيء إحنا سوينا عد فرز يدوي إذا كان مطابق لحد الآن أين الطعون أين الشكاوي؟ مو إحنا نتكلم عن جانب سياسي. أنا لا أريد أقحم السياسة في موضوع التظاهرات لأن هناك من يريد أن يأخذ منحة يدخل طيب. السياسة وأساليبها القذرة مع احترامي للكلام طيب. في عنفوان وعطاء الشعب العراقي زي. الشعب العراقي لا يرتهن لإرادة دولية وسياسية جي. ولا يرتهن لإدارة إقليمية. لا يمكن للشعب العراقي أن يكون ضحية أخرى مرة ثانية لمشاريع تصفوية ومشاريع إقليمية. ليش رفضها اليوم الشعب العراقي بعد 15 سنة هذه المخططات صار له 15 سنة مسيطرين عليه التدخلات الإقليمية الإيرانية والأمريكية والتركية سميها ما شئت. نعم ليش نعم. اليوم رفضها بالذات؟ نعم سؤال وجيه. أنا أقول لك الرفض مستمر كان لكن الآن عندما نحن نقول الشعب العراقي استمر كم مرة قلنا أن العراق الشعب العراقي أقحم وأرزم بأزمات اقتصادية واجتماعية طيب. عندما يكون هناك مجتمع يعيش أزمات هكذا أزمات اقتصادية واجتماعية كيف يستطيع له أن يفكر؟ عندما تحدث هناك انفلاتات أمنية وعندما تحدث هناك مواجهات عسكرية وعندما توجد هناك مشاريع اقتصادية وعندما تكون هناك بطالة مبهمة وعندما يكون هناك قمع واضطهاد واعتقالات. نحن نتكلم عن 100,000 معتقل الآن في سجون بغداد والعراق. أين مصير 100,000 سجين؟ متى سيتم إطلاق سراحهم ومتى سينتهي الكلام في عملية إنصافهم أو إحالتهم من المحاكم؟ هذه المعايير الأساسية التي خرج بها الشعب العراقي. شعب يعاني من البطالة، شعب يعاني من تدهور في الاقتصادي، شعب يعاني من ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 60%. ليس هناك مياه صالحة للشرب، ليس هناك كهرباء تقيه. الآن ماذا فعلت الحكومة إجراء كوزارة الكهرباء؟ تكلمت جنابك، أخذت جزء من الكهرباء الوطنية في محافظات الشمالية وذهبت بها إلى المحافظات الجنوبية. الآن القطع في محافظة نينوى 16 ساعة باليوم. أليست محافظة نينوى كمحافظة البصرة؟ أليست الأنبار كالناصرية؟ أليس صلاح الدين مندسين دي يخربون على وزارة الكهرباء؟ اليوم أعلنت أسفها على استهداف خط المسيب الغازي الرشيد اللي هو مسؤول عن الطاقة الكهربائية إلى جانب الكهرباء. اليوم وزارة الكهرباء أعلنتها بشكل رسمي إطلاق نار حي عليه. طيب انت شلون ماكو مندسين؟ زين احنا قبل يعني انا ما بدي اجي لك يعني تقول ماذا فعلت واكو يعني اكو استهداف. معجب انت بكلمه مندسين. انت تقول مندسين مش ما يقال. لكن انا اقول يعني اذا كانت هناك لا اين الحمايات؟ احنا خلينا نتكلم بعقليه. طيب تفضل. يعني نتكلم بعقلية حتى المواطن يفهمنا زين. والمواطن لا واعي مثلا عندما نقول أن هناك حماية للمنشآت وهناك قوة لحماية المنشآت وهناك مديرية لحماية المنشآت وهذه المنشآت إن كانت نفطية أو كانت صناعية أو كانت زراعية ليست محمية أين القوات الأمنية إذا كانت هناك؟ أنا أستطيع أن أهجم إلى على منشآت وهي محمية. نحن قبل قليل تكلمنا عن قطعات خط هو خط إيه هو خط يستهدف شنو صعوبته إيه يعني يستهدف أنه يفترض أنه نحن عندما نقول يستهدف أين الأعين وأين الخطط الاستخبارية لبحث عن هؤلاء؟ لو التظاهرات لم تبدأ اليوم ولا تبدأ معاناة الشعب العراقي كانت سابقا طيب. لو كان هناك صحيح نحن نتكلم عن من يؤثر. أنا أقول لك
هذه التظاهرات أو هذه الانتفاضة الشعبية غير مسموح للمدسين إن كان هكذا يتكلمون فيها، لأنه ليست القوات الأمنية من ستقمعهم وستخرجهم من هذه الساحة، أبناء الفرات الأوسط وأبناء الجنوب هم من سيمنعونهم، هذه تتعلق بحياتهم ووجودهم. الآن لجان التنسيق اجتمعت وقررت أنه كل جمعة سيخرجون. طيب أستاذ إياد، والحل شنو؟ يعني أنت تدري، أنا أريد أسألك سؤال الآن. هذه هسه مطالبات المتظاهرين، ايش قد تحتاج وقت حتى تطبق؟ نعم. بالله عليك يعني نعم نعم انا معك، اسالك هذا السؤال. إيه هو هو هو, هو نحن نبحث الان عن هذا الكلام. نحن طيب. عندما نقول انه هذه فوق طاقه الحكومه فوق طاقه رئيس الوزراء انه متراكمه. طيب. نحن نتكلم هل بالامكان اصلاح منظومه الكهرباء بهذا الشهر او شهرين؟ هل بالامكان الان ايجاد كهرباء بديل عن الكهرباء التي كانت ترسل من إيران من دولة أخرى إن كانت السعودية أو دولة غير؟ قضايا فنية وقضايا أسلاك وإنشاء محطات تغذية، هاي كلها تحتاج وقت. زين، هل ممكن الآن إحنا إذا عيننا كم رصد المبلغ وكم وجاد الوظائف، إذا الوظائف الشاغرة هذه طبعا لا يمكن أن تنفذ خلال أشهر ولا خلال ستة أشهر. المواطن يعلم ذلك. أنا أقول نحن نتحدث عن أسباب هذه الانتفاضة. لو هذه الانتفاضة لو الأمور كانت ماشية بشكل جيد، ولو استثمر المال العراقي بشكل ممتاز، ولو الثروة كانت في صالح المواطن، ولو الأموال العراقية التي جاءت نتيجة الفائض النفطي، ولو كانت هناك متابعة جدية، وليست هناك فساد إداري في مؤسسة الدولة وفي وزاراتها، هل يحدث هذا كان؟ بس استاذيات هذا لا يعني يحدث؟ هذا لا يعني انه احنا هسه خلص نبطل وفشلنا ونقعد ونبدل العمليه السياسيه والوجوه كلها. الان اصبح واضح هذا كله، والحكومه اعترفت ودا يقول لك اكو فاسدين واكو فشل حكومي واضحه. يعني الاجراء يعني هسه الكهرباء انت حتى تاسسها بالعراق هو مال باكر، هو مال الاسبوع الجاي، محتاج انت على لا يقل عن 6 شهور حتى بس توصل. لا تصلح يعني انا ما ممكن. انا اتكلم نعم، ولذلك انا قلت لك الكهرباء ستبقى هكذا. طيب. لأنه عندما تدفع 60 مليار خلال 10 سنوات إلى إيران، هل تسمح لك إيران بإصلاحها المنظومة الكهربائية؟ لا طبعا، بس المتظاهر وقوفه اليوم بالشارع شنو فائدته؟ وقوفه الآن بالشارع أو جلوسه في البيت نفس الشيء. لا أبدا، ما راح توصل نتيجة أبدا. الشارع العراقي الآن أصبح الآن قال كلمته الحق، يسمع الجميع، ليس فقط هو الكلام موجه إلى الداخل، موجه إلى الخارج أيضا، لكي يعلم أن هذا الشعب العراقي هو صاحب إرادة، وأن هذه العملية السياسية التي تدافع عنها القوى الدولية والقوى الأقليمية إنما هي عملية فاشلة عقيمة لم تصب الشعب العراقي إلا بالخراب والدمار والهلاك. طيب أستاذ إياد، أنا عندي سؤال أخير لك. نعم. الكثير يقولون يوم التظاهرات راح تنتهي بتسوية أو بفتوى وينتهي الموضوع كله وخلص تقعد هذه التظاهرات وتبدي الحكومة تشتغل على الموضوع بالتسويات، كيف ترى أنت المستقبل؟ كل الفتاوي وكل التسويات سوف لا تحل، لأن الفتاوي هي مع تظاهرة الشعب العراقي وهي مع صوت الشعب العراقي، ولا توجد أي قوة كانت تستطيع أن تمانع الشعب العراقي من الخروج أو لا تؤيد حقوق الشعب العراقي، لأن الكل يعلم ما هو المخاض الحالي ويعلم قوة المعاناة التي يعانيها الشعب العراقي وقلة الخدمات والفساد المستشري داخل المؤسسات الحكومية. إذن الخبير في مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية الأستاذ إياد العناس، شكرا جزيلا على حضورك. أهلا وسهلا. أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أنا محدثكم أحمد الأدهم، إلى اللقاء.